لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة في انفجار شاحنتين محملتين بألعاب نارية في جنوبي العاصمة الأردنية عمان، بحسب ما أكدته مديرية الدفاع المدني الأردنية. وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد أن عددا من العمال المصريين أدرجوا بين القتلى والمصابين. وقد شرعت السلطات الأردنية في تحقيق لبحث ملابسات الحادث.